بقول لك ايه يا قلبي، انا كنت محتاج 2000 جنيه بكره ضروري. ماشي يا عبد الله، بس تستنى لما يرجع كريم اخد منه احسن. مش معايا. طب ما تخليهم 3 وعلى قلب امه قد كده. حاضر حاضر يا روحي. طب يا قلبي، شفت اللي عندك ده نزل ولا لسه؟ 5 دقايق ونزل على ايدي. اول ما ينزل هكلمك. وحشتني اوي يا بيتو. معلش بقى يا قلبي، كيس القماش بقى غالي اوي اللي من دول، وانت عارفه انا بعرفش اشرب غيره. ستي انا عايزك بكره في الشقه الساعه 8. ها ما تاخريش. مش هينفع يا عبد الله، كريم موجود وما تهينيش من الناس خالص. لعن ابوه، ما تتصرفي. بقول لك ايه، ما تشنكنيش عليك. حاضر حاضر، اهدى على نفسك شويه. يعني الشقه دي خلاص؟ شقه؟ بقول لك البيت جاله امر ازاله، لعنه هيقع. وانا اعمل ايه دلوقتي؟ هنتقابل فين؟ انا عارف بقى، هو انت اللي من ساعه ما اتجوزتي وعماله تنقطيني بالفلوس، مش عارفه تطلعي منه بمبلغ كويس. كان زمان عندنا شقه محترمه دلوقتي تلمينها. يا شيخ حرام عليك، ده انا بديك كل شهر مش اقل من 10000 جنيه وبقعد اخترع لكريم 100000 فيلم عشان اقول انا صرفتهم فين، وانت برضه بتصرفهم على الزفت اللي احنا بندفعه ده. اوه، وانا اعمل ايه يعني؟ وانا لازم اشرب زفت مخدرات عشان اعرف انسى انك بتنامي في حضن واحد تاني غيري؟ انا ما اقدرش استحمل ان انا ما اشوفكش لوحدي. فكري في ايه؟ ودي يا عبد الله، قوم اقف كده. هتصوريني ولا ايه؟ ما تقوم تقف، انت هتستظرف. خلاص انت غاويه تفصلينا، خلاص نيل اهو، وقفت اهو. وقف عيد. ايه رايك؟ فاكر بنت سعاد رضا المنقبة صاحبتي؟ اه مالها؟ انا بقى ممكن ادخلك البيت على انك هي وكريم مش موجود، وهو عارف انها صاحبتي قوي، تطلع وتنزل بالنقاب براحتك، وعارف انها لا بتسلم على رجاله ولا حتى بتتكلم معايا، واقصر منك حاجه بسيطه. ايوه بس اللي بتقوليه ده خطر، مصيبه يعني. لا مصيبه ولا حاجه. كريم ما بيقعدش في البيت فترات طويله، وكمان ما بيشكش فيا خالص، وانا بقى ممكن اعمل اي حاجه عشان اشوفك انا وانت لوحدي. لا طب بقول لك ايه، ما تيجي نودع المولى الوداع الاخير، نخلص الجوينت الاول. جوينت على النعمه فقريه. اوعي اوعي ما تطفيهوش يا عبد الله. بس بقى مش سيبك. اوعي اوعي امسكي. تعالى اقول لك على حاجه، بس اقول لك البيت هيقع. بكلمك كانت رساله لكريم، وبص لقيت بنت كده عماله تتميص عليه، كنت اعمل عليه فيلم عشان اظبطه شويه، بس قلشت بقى، اصله سبتني. الله 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 الله، ايه طعم الحنيه ده يا بت؟ انت ايه؟ بتغير عليه ولا ايه؟ انا ما بغيرش غير عليك انت وبس يا عبد الله. يا لهو يا لهو، وحشتينا يا بت. بس بقول لك ايه؟ الطلعه بتاعت البت الاوكرانيه دي اللي تزل فيها صح.